أهلا بكم. تعود الذكرى 71 لمجازر الثامن من مايو 1954 التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر، والتي خلفت 45,000 شهيدا وشكلت حدثا مفصليا في تاريخ البلاد، وأوقدت شرارة الثورة التحريرية التي اندلعت بعدها بتسع سنوات وقادت البلاد نحو الاستقلال. تعود هذه الذكرى وسط أسئلة مؤلمة حول واقع وصورة البلاد، صورة تلخصها صورة الرئيس المريض المقعد الذي خاطب الشعب آخر مرة وبنفس المناسبة في سطيف قبل أربع سنوات، وقد صرح حينها أنه طاب جنانه هو وجيله، وعاش من عرف قدره، لكنه مضى بعدها بأقل من عامين للترشح لعهدة رابعة، برغم أن وضعه الصحي ازداد سوءا بعد جلطة دماغية أقعدته وأفقدته القدرة على الكلام. لمناقشة هذا الموضوع معنا بداية عبر الهاتف من الجزائر دكتور أحمد عظيمي الأكاديمي الضابط السابق في الجيش الجزائري المتحدث باسم طلائع الحريات. دكتور أحمد عظيمي، ماذا يمكن أن تقول 8 مايو 45، 8 مايو 2016؟ دكتور أحمد عظيمي، دكتور أحمد عظيمي لا يبدو أنه يسمعنا. كنا نحب أن نسمع رأيه. في دكتور أحمد عظيمي، أرجو أنك تسمعني الآن. أستاذ أحمد عظيمي، أحمد عظيمي هل تسمعني؟ لا يبدو أن أحمد عظيمي يسمعني. كنا نحب أن نسمع رأيه في موضوع نقاشنا اليوم، الذكرى 71 لمجازر الثامن من مايو 1945 بالأحرى، التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر، والتي خلفت 45,000 شهيدا وأوقدت شرارة الثورة التحريرية، كانت حدثا مفصليا في تاريخ الجزائر، أوقدت شرارة الثورة التحريرية بعدها بتسع سنوات، والتي قادت في النهاية البلاد إلى الاستقلال. استقلت البلاد، جدل كبير حول شرعية الحكم في البلاد مباشرة بعد الاستقلال، بعد سيطرة جيش الحدود على السلطة منذ الاستقلال، ولطاح بالحكومة المؤقتة وفرض عمليا حكم العسكر، حكم بعد ذلك الحزب الواحد، الواحدية، واحدية السلطة، هذا الحزب الوحيد الذي تعدد شكليا بعد أحداث أكتوبر 88، وانفتحت البلاد انفتاحا ديمقراطيا، فترة استراحة ديمقراطية قصيرة، ثم عاد حكم العسكر بانقلاب 92 على أول انتخابات تشريعية في تاريخ البلاد، انقلابات 92 التي تدخل العسكر وأوقف المسار الانتخابي، وغرقت البلاد بعدها في حرب أهلية. حدث ما حدث من مجازر كذلك في تلك العشرية الحمراء كما وصفت. في 99 جاء الرئيس بوتفليقة، أو جاء به كما يصر الكثيرون، جاء به أصحاب القرار من العلبة السوداء كما وصفت أصحاب القرار آنذاك، مجموعة من العسكر. جاء الرئيس بوتفليقة في انتخابات 99 بتلك الظروف التي يعرفها الجزائريون، انسحب منافس الرئيس بوتفليقة، كانوا من شخصيات معروفة لديك، من أبرزهم الزعيم التاريخي حسين أيت أحمد الذي كان من المؤسسين للمصممين المنفذين حتى لهذه الثورة التحريرية، بدأت بالمنظمة الخاصة، كان هو والراحل بن بلة من الذين قادوا ما اعتبر آنذاك زلزالا أصاب الاحتلال الفرنسي، هجوم على مركز بريدي في وهران،
كان مؤشرا، كان مقدمة لجاء لثورة التحريرية اللي اندلعت في 54 نوفمبر الفاتح من نوفمبر 54، ولكن الذكرى التي تعتبر مفصلية التي مهدت أوقدت شرارة هذه الثورة التحريرية كانت أحداث 8 ماي 1945 بمجازرها الوحشية. خرج الجزائريون حينها في مسيرة سلمية للاحتفال بذكرى هزيمة النازية، هزيمة الاحتفال الكبير كما اعتبر آنذاك، ولتذكير فرنسا بوعودها كانت مطالب سلمية بالاستقلال، وكانت حتى مطالب بالاستقلال الذاتي كما طرح، ولكن الرد كان وحشيا من قبل السلطات الاستعمارية في باتنا، في بلحرة، في قلمة، سطيف، خراطة، وشهدت أنهار من الدماء سالت آنذاك. كان العالم ما زال الآن يحتفل بهذه ذكرى 8 ماي على أساس أنه ذكرى لانتصار الإنسانية على النازية، ولكنه كان يوما داميا في الجزائر. نتابع مشاهدينا الكرام هذا التقرير ثم نعود لعلنا نستضيف، لعل ضيوفنا يلتحقون بنا ونفتح النقاش. 71 عاما مرت على المجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في حق المدنيين العزل في الجزائر في 8 ماي من عام 1945، جرائم وحشية راح ضحيتها عشرات آلاف الجزائريين. على الضفة الأخرى للبحر المتوسط تحتفل فرنسا في هذه الذكرى بانتصار جيوش الحلفاء على النازية وتحرير باريس من قبضة هتلر. لكن ماذا عن 45,000 جزائري قتلوا بالنار والحديد على يد جيش الاحتلال ومستوطنين متواطئين معه في سطيف وقالما وخراطة؟ ألا يوجد في فرنسا بلد القيم وحقوق الإنسان من يعيد الحق لضحايا مجازر 8 ماي ويسمي الأسماء بمسمياتها؟ أن أولئك كانوا من الجزائريين خرجوا إلى الشوارع احتفالا بنهاية الحرب العالمية الثانية أيضا، ومن ثم بالاستقلال كما وعدتهم فرنسا. الأمر لا يبدو كذلك، فبرلمان فرنسا صادق قبل 3 سنوات على قانون ما يعرف بإبادة الأرمن، الذي يطبق عقوبات قاسية على كل من ينكر الأحداث التي تعرض لها الأرمن أيام الحكم العثماني في 20ات القرن الماضي. هكذا إذن بلد القيم يكيل بمكيالين. ما وقع قبل 90 عاما بين العثمانيين والأرمن يعتبر إبادة، أما جرائم فرنسا في 8 ماي أي قبل 7 عقود فقط وما تلاها من جرائم إبان ثورة التحرير الكبرى فهي أحداث لا تستحق أن تذكر. يقول خبراء السياسة والعلاقات الدولية إن اللوم لا يقع على فرنسا المتنكرة لماضيها الاستعماري بقدر ما يقع على الجانب الآخر، الطرف الجزائري الرسمي الذي يتجنب إزعاج باريس وإحراجها في كل مرة تمر في هذه الذكرى. بل إن السلطات في الجزائر وأدت تحت قبة برلمانها لسن قانون يدين جرائم فرنسا في الجزائر. السلطات الجزائرية سكتت عن جرائم فرنسا، بل وهاجمت من يحاول إدانة هذه الجرائم. فعندما دان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جرائم الإبادة التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر، تصدى له أحمد يحيى وطالبه بعدم التدخل فيما لا يعنيه. إذن من حق فرنسا أن تستمر في نكران جرائمها في الجزائر دون حرج، لأن الجزائر الرسمية وأحزاب السلطة منشغلة بتجريم ما قام به رئيس الوزراء الفرنسي عندما نشر صورة له مع بوتفليقة التي ظهر فيها بملامح بائسة. وعندما تعتذر باريس فرضا عن هذه الصورة التي لم تكن سوى حقيقة لا بديل عنها، فإن من حق الجزائر الرسمية أن تعلن الانتصار على باريس، وتكون بذلك صورة بوتفليقة قد غطت على مجازر 8 ماي 45. إنها سخرية الأقدار يقول معلقون. تقرير صبر أيوب، قراءة سليم صالحي. معنا الآن عبر الهاتف من الجزائر أستاذ سعد بوعقبة الكاتب صحفي. أستاذ سعد بوعقبة، ماذا يمكن أن تقول في بمناسبة هذه الذكرى؟ كنت تتابع بالمناسبة هذا التقرير يتحدث عن موضوع تجريم الاستعمار الذي عطل في البرلمان الجزائري
فيما الآن الجدل كبير وتجريم لفرنسا فيما يخص صورة الرئيس بوتفليقة. خرجت في المواد حقيقة. أنا سبق لي قبل تقريبا 40 سنة أنجزت تحقيقا حول في حلقات حول حوادث إسبانيا، يعني مجازر إسبانيا ماي في كل من جالما وعين عبيد وخراطة والطير. والحلقة الثلاثة في المجال الأسبوعي قبل 40 سنة تقريبا، وما لفت انتباهي في ذلك الوقت هو سكوت السلطة في ذلك الوقت عن المطالبة بتعويض الضحايا. حقيقة كانوا يطالبوا الناس اللي جينا بالعائلات اللي دفناهم، وهذا منشور في المجال في ذلك الوقت، يطالبوا الاعتراف بهم كشهداء على الأقل، ولا يطالبوا الفرنسيس بتعويضهم على الضحايا اللي ماتوا. وكانت صور نشرها في ذلك الوقت في المجال صور مرعبة لعائلات قتل أفرادها وقتل بدون عائل، يعني كانت محنة حقيقية. أعتقد أن الأمر الآن تجاوز التعويض وتجاوز الآن وصلنا إلى مرحلة من 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 من, من البعد إلى أن الفرنسيس ولاو يعايرونا، يقول إحنا على الأقل قبل 71 سنة قتلنا 45 ألف، ولكن أنتم بعدكم بالاستقلال على مرمى حجر من الاستقلال 50 سنة قتلتم بعضكم 4 أضعاف ولا الرقم هذا. وبالتالي ولاو هما اللي طالبوا بالتجريم للثورة وتجريم المطالبة بالاستقلال وتجريم الاستقلال وتجريم المجاهدين. وحقيقة ممكن نصل إلى مرحلة يصبح فيها لقب المجاهد يساوي لقب الخائن أو الحركي في الستينات والسبعينات وحتى في الخمسينات. يعني فعلا الفرنسيين ما حضروش الجزائر وقالوا ما نتعرفوش بتجريم الاستعمار. طيب لو كانت الجزائر بقات في طرحها ولم تتراجع وتعرف قدر الاستقلال في قطاعات واسعه من الناس اللي وصلوا للمطاف في الدوله، ولو يعتبروا الاستقلال خطيئه كبرى وقعت في الجزائر. طيب ويستندوا حتى الى البعد اللي اصاب قطاع واسع من الشباب اللي عاد يقول له كان عندها جزء من فرنسا افضل من الاستقلال ويستندوا ليه. وبالتالي وصلنا الى هذه المحنه اللي اصبح الاستقلال معره واصبحت الجرائم تاع فرنسا لا تكاد تذكر بكم البؤس اللي وصلنا ليه. ومثل هذه الامور هي اللي تخلي الفرنسيين يتطاولوا علينا ويقولوا باللي احنا حضرناكم، حتى لو كان قتلنا منكم درنا مجازر حضرناكم وعطيناكم شيء انتم بالان ما جبتوش تحافظوا عليه. طيب هل تلام فرنسا؟ هل يلام هذا الشباب الذي يشاهد يسمع يقرا انه انت كنت تتحدث عن المجاهدين هذو الذين سيطروا على السلطه حكموا السلطه؟ بوتفليقه يقول انه في بالمناسبه قبل 4 سنوات في اخر خطاب له انه جيلي طاب جنان، يعني ويقصد الجيل الذي حرر هذه الجزائر. هذا الجيل وزير المجاهدين السابق هو مقيم الآن في فرنسا، مثلما يكشف كتاب العلاقة الحميمة بين الجزائر وفرنسا. هل تلام فرنسا؟ هل يلام هذا الجزائري الشاب الجزائري الذي ينتقد، ربما يشعر بأنه كما كنت تقول بأنه لماذا حتى استقلت بمرارة يطرحوها، يعني وبعضهم يعني بمجانية أحيانا هكذا طرح من الجزائر؟ انت سؤالك يصب في نفس الكلام اللي قلته، يعني سوء اداره البلاد بعد الاستقلال وغياب المشروع الوطني بناء البلد بعد تحريرها. كان عندها مشروع بعد التحرير حتى ولو كان دموي وكان ثوري، الى ان المشروع الوطني لبناء البلد
ظل ل 71 ل 60 سنه الان غائب، حتى الان غائب مشروع بناء البلد، وبالتالي الاجيال اللي خلقت هذه بعد الاستقلال او بعد 25 سنه من الاستقلال مصابه الان باحباط كبير، لان البلد ضائع ولا قطاع واسع من الشباب يقول الاستعمار ارحم يعني مما نحن فيه. صحيح ان المجاهدين هم اللي قالوا، ولكن لم تكن لهم يعني الحصافه الثوريه اللي بها حروا البلاد، لم تكن لهم الحصافه انهم يبنيوا البلاد. مع الاسف ما بداوا البلاد، ما تركوا الشباب الجديد يستلم المهام ويبني بلده. طيب خليك معنا سعد بعقبه لو سمحت، انضموا الينا الان عبر الهاتف من الجزائر موسى عبدي القيادي في جبهه برلماني عن حزب جبهه التحرير الوطني، والذي اقترح في البرلمان الجزائري مشروع تشريم الاستعمار. هذا المشروع ذهب مع الريح موسى عبدي، ولكن اللافت انه هذه الايام الاخيره كانت هناك هبه كبيره ضد فرنسا وتشريمها بسبب صوره الرئيس بوتفليقه، يعني اكبر حتى من موضوع تشريم الاستعمار الذي طرحته انت. الو نعم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. نحن شاكرون لكم على هذه الاستضافه المتعلقه بالمحطات التاريخيه التي تهم الجزائر، وفيما يتعلق بموضوع تجريم الاستعمار الفرنسي. صحيح أن الانطلاقة الأولى التي بدأناها نحن لما تقدمنا بهذا المقترح القانوني في 2010 كان نتيجة الرسالة التي بعث بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الملتقى الوطني 8 ماي بستيف، وهذه الرسالة في 2005، هذه الرسالة أيضا في 2010. نحن وفق هذه المبادئ ووفق منهجية هذه الطرح ووفق ما جاء في هذه الرسالة وفحوى ومحتوى ومضمون هذه الرسالة من إشارة قوية إلى أن الاستعمار الفرنسي هو أبشع استعمار عرفته البشرية، وانطلقنا من هذا أي من هذه الرسالة، وانطلقنا أيضا من مواقف أحزاب كثيرة ومنظمة المجاهدين وحزب التحرير الوطني وعلى رأسه الأمين العام السيد عبد العزيز بن خادم آنذاك. وهذا من خلال هذا المنحنى وهذه المعطيات تبنينا نحن داخل البرلمان مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي كرد أساسي على قانون العار الذي تقدم به البرلمان الفرنسي 2005 في 23 فبراير 2005. نحن نسميه قانون العار، لكن هم يسمونه قانون تمجيد الاستعمار، أي معناها أنهم يمجدون استعمارهم على أساس أنه مدنية وعلى أساس أنه حضارة وغير ذلك. واليوم في خضم هذا الصراع السياسي وهذا الحراك السياسي والإساءة التي تم من خلالها الرئيس الوزراء الفرنسي الوزير الأول الفرنسي الإساءة إلى رئيس الجمهورية باعتباره هو رئيس الدولة وهو رمز هذه السيادة الوطنية مهما يقال أو غير ذلك، إلى أنه رمز. هذه الإساءة أيضا حركت المشاعر الجزائريين وكل حتى أحزاب المعارضة وكل الجزائريين التفوا حول هذا الموقف، لأنه كرد على فرنسا وكبوء. ولكن احزاب المعارضه، وكنت تستمع للاستاذ سعد بعقبه، قالوا ان فالس يعني لم يخترع شيء، لم يختلق الصوره، كانت معبره لا تعبر فقط عن الرئيس. الرئيس تعبان واضح، ليس جديدا يعني انه مريض، وتعبر عن مؤسف عن وضع البلاد الذين انتقدوا ان تصل الجزائر الى هذا الوضع قبل ان ينتقدوا فالس. جوهر الانتقاد أن فرنسا تتعامل بسياسة النسيلين مع الجزائر، ازدواجية الخطاب السياسي وازدواجية المعاملة مع الجزائر، أن وزيرها الخارجية الفرنسي كان في طوكيو
وكان ايضا يسب الجزائر ويشتم الجزائر ويقول بان الجزائر هي مستعمره فرنسيه. والوزير الفرنسي هنا معناها المعنى الاجمالي والمعنى بكل ابعاده السياسه الفرنسيه كانت تريد المساس بالسياده الوطنيه وتريد ان تخلق بؤر توتر داخل الجزائر. طيب. وايضا كانت تمهد لمن سيخلف الرئيس بوتفليقة ولمن سيكون مرشحا لها في المستقبل. لكن طيب. هذا نحن في كل هذا كنواب لأن هذه سياسة دولية، والسياسة الدولية من صلاحيات المصالح المختصة في الجزائر، ولكن نحن كنواب تبنينا هذا المشروع في الفترة الأخيرة ونحن على قدم وساق لجمع التوقيعات والدفع به نحو الأمام لتقديمه أمام مكتب البرلمان. طيب خليك معنا أستاذ موسى عبدي، انضموا إلينا الآن في نقاش عبر الهاتف من الجزائر الأستاذ طارق بمعيبش رئيس حزب فجر الجديد الأمين العام السابق لأبناء لمنظمة أبناء الشهداء. سي طارق بمبعيبش، في هذه الذكرى ماذا يمكن أن نقول ونربطها بالحاضر وصورة الجزائر؟ تحية لكم وللمشاهد الكرام. مرحبا. بدوري يعني بالنسبة لهذا الموضوع قضية فرنسا والجزائر، على كل أحداث 8 ماي 45 هي حادثة في سلسلة حوادث دامية وأليمة منذ دخول فرنسا 1830، أقامت محارق وأفلت مضاشر وقرى عن آخرها، سفهت مبادئ ثورتها التي تتغنى بها والشعارات التي رفعت لهذه الثورة المزيفة، بحيث أن ما وقع في الجزائر منذ 1830 إلى غاية الأحداث الدامية 8 ماي 45 يعبر عن وحشية فرنسا الاستعمارية، وتعبر كذلك عن نظرتها للشعوب الأخرى، لأن هؤلاء يرون أنفسهم أرقى من الشعوب الأخرى، كلهم يحملون الأفكار النازية، يحملون الأنا، كلهم يحتقرون ما دونهم. ولهذا فأحداث أكتوبر 8 ماي 45 في الجزائر هي صحيح تبقى وصمة عار في جبين فرنسا، وتبقى يعني لعنة تلاحقهم إلى يوم الدين. لكن في النهاية تكلمنا عن فرنسا وتكلمنا كثيرا، ونحن مقتنعون بأن فرنسا لا يمكن أبدا أن تكون دولة سلمية، دولة تؤمن لا تؤمن لا بالديمقراطية ولا بالحرية خارج حدودها. مشكلتنا نحن في الجزائر، وفرنسا دولة استعمارية تنظر لهذا تنظر دائما بنظرة استعمارية، ومصالحها فوق كل اعتبار، وهي لا زالت مستعدة أن تشن حربا مباشرة لو تتمس المصالح نتاعها يعني في الصميم. المشكلة هو مشكلة الجزائريين. طيب. مشكلة السلطات الجزائرية المتعاقبة على تسيير هذه الدولة. فأحداث أكتوبر 45 اللي راح ضحيتها 45,000 وما تلاها فيما بعد إلى غاية ثورة نوفمبر 54. فالمشكل الآن، المشكل الآن المطروح هو من نحن عندما طيب. نتكلم، لأنه أنا قناعتي وهذه يعني كل قناعة يعني منذ 89 من اللي كنت على رأس منظمة أبناء الشهداء، وخطابي واضح أن هناك عملاء وعبيد فرنسا لا زالوا يخرون أركان الدولة الجزائرية، ولن تقوم قيامة للجزائر ما دامت السلطات الجزائرية تؤمن في عمقها وفي قرارة نفسها بأن لا يمكن أبدا أن تحكم الجزائر خارج إرادة فرنسا. طيب، ولكن عندما تقول هذا الكلام سيد طارق بمبعيبش، والرئيس الوزير المجاهدين سابق هو مقيم الآن في فرنسا، يعني عدد كبير من هؤلاء المجاهدين لهم مصالح وأبنائهم في فرنسا كذلك، يعني أين هذا ربما ما أصداء ذلك هذا على أرض الواقع؟ يعني هناك الكثير من يحكم في الجزائر
من المجاهدين كذلك. لكن أنا بالنسبة لي المشكل أكثر من وزير المجاهدين. أنا قبل ما تتكلم لي عن إقامة وزير المجاهدين بفرنسا، أقول لك زيارة ساركوزي للجزائر مع كوشنير، لم يتمكن وزير المجاهدين آنذاك أن يكون ضمن البروتوكول الرئاسي، حتى معدبة العشاء لم يحضر فيها. معناه وزير المجاهدين يطرد ويغيب عن الساحة لإرضاء فرنسا. عندما كان وزير للمجاهدين وقام أكبر طواغيت الحركة سمي كاشرة الذي جاء مع شراك للجزائر، وخصصت له زيارة خاصة إلى سوق عراس، ونظمت له يعني كورتاج كما يقولوا من عنابة إلى سوق عراس ما نظموهاش حتى لأي وزير. وأنا قرأت لميكاشرة عند نهاية زيارتي آنذاك مع جريدة كانت تصدر بالشرق الجزائري الأطلس، سأله الصحفي ما هو انطباعك من خلال هذه الزيارة؟ قال الانطباع الذي خرجت به هو أنني التقيت مع أصدقاء قدماء. طيب، وهذا مما يستاهل ميكاشرة يقول هذا. طيب، ولكن ما ولكن ميكاشرة هو على ما أعتقد هو نفس الوزير الذي يشرف على فالدوغراس الذي كان يعالج فيه رئيس الجزائر رئيس بوتفليقة، أليس كذلك؟ نفس المصحة التي تابعة لوزارة ليزانفاليد كذلك بعدها ليزانفاليد. أنا أتكلم لك عن الحادثة التي عشتها الآن. إذا كان هو اللي يشرف على فالدوغراس أنا ما عنديش معلومات. لا، هو ليزانفاليد تابعة مصحة تابعة، أي كان هو نفسه هو على ما أعتقد هو الوزير. هذا كان وزير لقدماء المحاربين. نعم، جاء في زيارة مع شراك الجزائر. معناه هذا وشنو باختصار شديد، المشكلة يعني المشكلة ليست مشكلة شخص، هي البلد كلها النظام كله يعمل من أجل إرضاء فرنسا. طيب، خليك معنا أستاذ طاهر بن بعيبش لو سمحت. ينضم إلينا الآن الأستاذ أحمد عظيمي، أرجو أنك تسمعوني هذه المرة. أستاذ أحمد عظيمي، ماذا يمكن أن تقول بهذه المناسبة، هذه الذكرى وصورة الجزائر، يعني في مقابل طبعا موضوع تجريم الاستعمار، ربما الغضب الهبة ضد صورة الرئيس بوتفليقة أكثر من موضوع تجريم الاستعمار كما رأى البعض، ما رأيك؟ وأولا أحييكم وأحيي كل الجزائريين بهذه المناسبة الأليمة، مناسبة ذكرى 845. تعرف أن لا شعب من شعوب العالم عرف أسوأ ظاهرة استعمارية كما عرفها الشعب الجزائري، ولا شعب قام بثورة كما قام بها الشعب الجزائري، كما أنه لا يوجد شعب في العالم اغتصبت منه ثورته كما اغتصبت ثورة نوفمبر من الشعب الجزائري. اليوم لما نتكلم عن تجريم الاستعمار ونتكلم عن فرنسا ونتكلم عن ما تفعله فرنسا، فأنا لدي رأي يختلف عن الكثير. أنا أقول ما يحدث في فرنسا وما تفعله في فرنسا هذا يهمها هي. أنا أسأل ماذا فعلنا نحن، ماذا قدمنا نحن، وماذا أنجزنا عن هذه الثورة العظيمة منذ 62 إلى اليوم. أنت تعلم أنه في وقت ما في الثمانينيات كان محرم علينا كصحفيين في ذلك الوقت أن نذكر الاستعمار باسمه، بمعنى أنه كان محرم علينا أن نقول الاستعمار الفرنسي، كان يسمح لنا فقط أن نقول الاستعمار دون كلمة فرنسي. أنه لحد الآن يعني من سنتين أو ثلاث سنوات لما كانت الذكرى 50 كان هناك هيئة تاع الدولة اقترحت تنظيم ملتقى دولي حول التعذيب أثناء الثورة التحريرية، ومنعت هذه الهيئة من تنظيم هذا الملتقى. وأقول لك هذا الكلام وأنا كنت عضوا في المجلس العلمي لهذه الهيئة. لما يتكلم سفير من سفراء فرنسا في الجزائر من سنوات في حديث جريدة لوموند أو يسأل من طرف الجريدة ويقولوا له علاش لماذا الميزان التجاري هو دائما لصالح فرنسا، ويرد ويقول
هذا شأن جزائري أن الجزائريين لم يطلبوا أبدا بتعديل الميزان التجاري ولم يفرضوا علينا أي شروط سياسية. السيد الطاهر بن بعيدش تكلم عن زيارة ساركوزي إلى الجزائر، وأنا وقتها كتبت مقالا بعنوان ساركوزي أخذ العقود وخسر العقول. تعرف أن وقتها لم يحدث في دولة ما أن رئيس تلك الدولة يأخذ الحكومة كلها وينتقل بها من العاصمة إلى قسنطينة كي يسمعوا خطاب لهذا الرجل، خطاب فارغ لم يكن فيه أي شيء. ومن حسن حظنا وقتها أنه كان هناك طالب قال لساركوزي لسنا في حاجة إليك. يا سيدي المشكلة مشكلة الجزائر وليست مشكلة فرنسا. نحن لحد الآن لم نتمكن من إنجاز ولا فيلم واحد عن الثورة التحريرية، لحد الآن لم نكتب كتاب في مستوى الثورة التحريرية. ونحكي لك فقط ما حدث يوم أمس. يوم أمس كان 7 ماي، وحزب طلائع الحريات قرر أن يحيي هذه الذكرى، ذكرى 8 ماي بموقعها يعني بخراطة. وذهب السيد علي بن فليس ومعه الكثير من المناضلين إلى خراطة، وعلمنا هناك بأنه في صبيحة يوم أمس بعد صلاة الفجر الإمام القدرسن وقال للمواطنين أنتم لا تذهبوا إلى الشخص الذي يريد أن يحيي هذه الذكرى هنا، وقال لهم ما تديروش السياسة بالتاريخ. بينما نعرف أن في فرنسا آخر شجرة حدث فيها شيء ما يحتفلوا بها وكل الناس تحتفل. هذه السلطة اغتصبت الثورة واغتصبت البلد واغتصبت الاستقلال واغتصبت حتى حقنا في أننا نحتفل بذكرى 8 ماي 45. في نفس اليوم يعني يوم أمس حركوا بعض الشباب، ذهبوا وقطعوا الطريق بين بيجاية وخراطة حتى لا يصل سكان خراطة الذين عفوا سكان بجاية الذين كانوا يريدون حضور ملتقى السيد علي بن فليس. هذا الوضع هذا لما يتحول التاريخ إلى 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 ورقة في يد النظام يلعب بها كيف ما شاء، لما يتحول التاريخ إلى ملك لمجموعة من الناس يفعلون بها كما ما يشاءون، كيف لنا أن نحتفل بأحداثنا؟ كيف لأبنائنا أن يعرفوا ما حدث؟ هذه هي المشكلة اليوم. مشكلة تجريم الاستعمار تبدأ هنا في الجزائر بتعريف أبنائنا بتاريخنا، بإيصال رسالة نوفمبر إلى أبنائنا، بتحقيق محتوى رسالة نوفمبر. للأسف ليس هذا هو الواقع. طيب يبقى معنا أستاذ أحمد عظيم. أعود لك أستاذ سعد بو عقبة. يعني لافت أنه في موضوع تجريم الاستعمار أنه لما طرح رجب أردوغان رد على الفرنسيين الذين رسموا موضوع تجريم مذبحة الأرمن، قال لهم ما حصل ما فعلتموه من في الجزائر من جرائم أكبر ما تقولون عن جريمة الأرمن في الدولة العثمانية. جاء الرد ليس من الفرنسيين، جاء الرد من أويحيى، هو الذي انتقد أردوغان واتهمه بالمتاجرة بالقضية الجزائرية بثورة الجزائرية. يبدو أننا فقدنا الأستاذ سعد بو عقبة. ربما طرح هذا السؤال الأستاذ موسى عبدي وهو المعني بهذا الموضوع، لأنك طرحت موضوع تجريم الاستعمار، رد أويحيى آنذاك وعرقل الموضوع المشروع في البرلمان الجزائري تعرفه، انتقد أردوغان ليس الفرنسيين هم من غضبوا إنما أويحيى. نحن تكلمنا وقلنا كثيرا في هذا الموضوع بأن فرنسا تنتهج سياسة الكيل بالمثيالين، أن فرنسا، وأنا كتبت رسالة إلى الرئيس الفرنسي الحالي فرانسوا أولاند من 6 صفحات، وفي هذه الرسالة تطرقت إلى هذه النقطة بالذات وقلت له أنتم تعترفون بجرائم الآخرين وتتنكرون لجرائمكم التي ارتكبتوها في حق الشعب الجزائري. أنا تكلمت عن قضية الأرمن وتكلمت عن قضية الهولوكوست وتكلمت أيضا في هذه الرسالة عن جرائم
في الجزائر، وقلت وتكلمت أيضا عن تلك الطالبة التي سألته ذات يوم وقالت له هل فرنسا ارتكبت جرائم في حق الشعب الجزائري؟ قال لها لم نرتكب جرائم في حق الشعب الجزائري. فقلت له يا سيادة الرئيس أنتم تديرون ظهركم للشعب الجزائري وتخاطبون أبناءكم بخطاب الكبرياء والغرور والتنكر لجرائكم في حق الشعب الجزائري. نحن لما قدمنا هذا الموضوع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي كنا نسعى من خلال ذلك الى اقامه مشروع وطني كامل تلتقي فيه كل الفعاليات السياسيه كل والمنظمات الجماهيريه وكل النخب الوطنيه وكل من له والقطاعات الحكوميه والوزاريه وكل من له يد في تكوين الضمير الجزائري وتكوين طيب ولكن الضمير الجزائري استاذ موسى عبد استاذ الضمير الجزائري هناك من حاجز قال انه افضل تجريم للاستعمار الفرنسي هو ان تكون لك مؤسسات واقتصاد ينافس فرنسا وما مستشفيات يعالج فيها الجزائريون ولا يهرعون مثل ما يهرع المسؤولون الجزائريون إلى فرنسا أن يعالج الرئيس الجزائري بعد 50 سنة وأكثر 54 سنة من الاستقلال الجزائري في مستشفيات الجزائر هو أفضل رد على فرنسا ما رأيك؟ بالتأكيد ذلك ولكن قضية العلاج وقضية الصحة هي قضية إنسانية أخرى نحن في الجزائر لا نمتلك هذه الوسائل ولكن بمقدور الدولة أن تبذل مجهودا كبيرا من أجل التكفل بهذه القضايا ونستغنى تماما عن هذه العلاقات مع فرنسا في كل المجالات الثقافية ومجالات الاقتصادية ومجالات الصحية وكل المجالات ولكن بإمكان الدولة أن توفر كل هذه الأمور لنكتفي عن تلك العلاقات ونستعين عن تلك العلاقات مع فرنسا لأننا نحن نعتبر والعلاقات التاريخية والتجارب التاريخية للأمم والشعوب تثبت بأن العلاقة بين الجزائر وفرنسا هي علاقة غير مستقرة وغير ومتذبذبة وتتأثر من حين لآخر طيب. لا يمكن أبدا بناء صداقة قوية مع فرنسا ما لم يتم هناك الوقوف وما لم يتم هناك الاعتراف بجرائم في حق هذا الشعب طيب. لأن التاريخ هو الذي سيثبت في المستقبل أن هناك ستظهر خلافات بيننا وبين فرنسا وحدثت بيننا وبينها بسبب هذه بسبب الذاكرة طيب ابقى معنا موسى عبدي ستار بن بعيد مش لافت اليوم في وكالة الأنباء الجزائرية تعتبر ما الجزائر على ذكر العلاقات مثل ما كان يقول سيد موسى عبدي تعتبر ما جزائر 8 ماي 45 كانت بمثابة ربيع عربي حقيقي بالنسبة للجزائر تنقل عن أستاذ عن مؤرخ جزائري يعني لافت أن الجزائر يعني حتى لا نبالغ لو قلنا أنها تشيطن يعني تطرى يعني لها موقف واضح من هذا الربيع العربي تتخندق تدعم نظام بشار الأسد الذي كان في البداية ثورة كانت سلمية مثل سلمية مجال مظاهرات 8 ماي السلطات الفرنسية اخترعت حينها بأن هؤلاء الجزائريون كانوا مسلحون وهاجموا المستوطنين والفرنسيين وغيرهم نفس تبرير السلطات السورية التي تتعامل بالمنطلق الفرنسي برغم أنه لم تكن هناك كانت ثورة سلمية بداية البطش النظام السوري هو الذي حول البلاد إلى هذا الخراب ما رأيك في هذه المفارقة الجزائر بهذا الطرح ربيع عربي حقيقي 8 ماي ولها موقف معارض إن لم يكن مشيطن لهذا الربيع العربي وعلاقتها الجزائر التي تحب حرية الشعوب تقف مع من يقفون امام حريه هذه الشعوب. اولا قبل الخوض في هذا الموضوع بدا بيا تعليق برك انا كنت تكلمت عن ما تكلمت انت عن تصريح اردوغان والرد نتاع ويحيى. انا تكلمت عن كوشنير في زيارته هنا للجزائر كذلك يقول بالنسبه لقانون تجريم الاستعمار يقول انا لدي ثقه كبيره بان الحكومه الجزائريه لا يمكن لها ابدا ان تقدم هذا الملف وكان رئيس الحكومه ذاك احمد ويحيى وصدق كوشنير
إذن بالنسبة لي يعني أنا أتكلم، شوف العلاقة بين الجزائر وفرنسا أخذت يعني وقت طويل كثير، وأصبحنا نكرر ونعيد في كلام والصورة واضحة. بالنسبة لوضع الجزائر الحالي وزيارة يعني وزير الدولة الجزائرية لسوريا لبشار الأسد، وتكلمت أنا في ذلك الوقت وقلت عندما ضاقت بالجزائر وكانت هي سياسة رد الفعل الموقف الخليجي بالنسبة للصحراء الغربية اللي عدلوا بأنها صحراء مغربية يعني تجوز الخطوط الحمراء بالنسبة للخليجيين، فكانت الجزائر وما أدراك بالجزائر اللي كانت صوتها يعني له صدى كبير في كل انحاء العالم مش غير في القارة تاعنا ولا على مستوى الجامعة العربية، ولا كان رد الفعل عندما ضربوا شكون هي القوة اللي نقدروا نردوا بها بل قوة دولة تقدر تحتضنهم باش يردوا على السعودية. راح ارتمار يعني انا قلت الوقت هذاك راح استنجد يعني بشبه دولة وثم رئيس يرد علينا الوزير يقول المعارضة ما فتمش في المستوى اللي تفهم زيارتي لبشار الأسد، ويطرح سؤال قال الناس اللي ضد زيارتي لبشار الأسد هل هم مع الإيران؟ شوف يعني ذاك الطرح يعني الطرح لي تاع السلطة كيفاش تفكر؟ إما تقبل بشار وإلا راك إرهابي، وأكبر إرهابي هو بشار الأسد الذي يقتل شعبه بالطائرات والدبابات والأسلحة المحرمة، وتتكلم عن الإرهاب نحن ندين كل المجموعات الإرهابية، لكن بشار بالنسبة إليه هو الإرهابي الأول في الشرق الأوسط وفي سوريا ويقتل شعبه، ولهذا هذا هو الوضع تاع الجزائر. أما قضية الربيع العربي هذا قلت كم من مرة علقنا، احنا مرينا بربيع وخريف وشتاء وكذا، هذا بعيدا عن 8 مايو 45، احنا غير العشرية والعشرينية اللي مضات دفعنا 200,000، ألا يكفي هذا باش نبني دولة؟ ما هي العبرة وما هي النتيجة اللي خديناها من هؤلاء الضحايا؟ طيب. الرقم 200,000 هو الرقم تاع السلطة الجزائرية. إذا نحن بالنسبة لنا أقول لك شيء، الشعب في واد والسلطة في واد آخر. طيب خليك معنا أستاذ طارق بن بعيب، شعود لك دكتور أحمد عظيمي، مثل ما يقول طارق بن بعيب الصورة تبدو واضحة، يعني هناك من يلخصها في صورة الرئيس بوتفليقة يربطها حتى بمناسبة 8 مايو آخر مرة خاطب فيها الرئيس بوتفليقة الجزائريين في صيف 2012 8 مايو، قال حينها طاب جناني وعاش من عرف قدره وفي الراس شطحة والرجلين ما قادرينش، بعدها بأقل من عامين يترشح بأنه برغم أنه وضعه الصحي ازداد سوءا. هل هذه هي صورة الجزائر أم أنه بالعكس ربما في المقابل الربيع العربي كما كنا نقول السلطة تروج بأنه مهما كان الجزائر في وضع أفضل في محيطها العربي على الأقل؟ وأولا هذا النظام مرفوع عنه القلم، وبالتالي أي تصريح يأتي من رجال هذه السلطة فلا يمكن نأخذه الآن مأخذ الجد، وتعودنا على هذا، تعودنا على التخبط نعرفه جيدا، التخبط الذي تعيشه هذه السلطة، تناقضات الكلام عام كلام فارغ شتائم سب إلى آخره، وبالتالي الوضع اليوم في الجزائر نحن نقول ونكرر باستمرار أن الوضع خطير جدا. يكفي مثلا لأنهم يقولون لنا أن هناك الأمن مستتب وأننا أفضل حالا وأننا نحن أفضل حالا بسبب موقف الشعب الجزائري الرافض للإرهاب، نحن أفضل حالا لأن الشعب عانى كثيرا في مرحلة الإرهاب ودفع ثمنا باهظا من، وبالتالي هو ليس مستعدا للعودة إلى وضعية عدم استقرار، وللأسف الشديد أن السلطة تستغل هذا الموقف الشريف الموقف الطبيعي من الشعب الجزائري، تستغله للبقاء وتستغله لتخويف الشعب الجزائري من المعارضة. اليوم لما نقرأ برك نعود فقط إلى البيانات اليومية التي تصدر عن وزارة الدفاع الوطني
نقرأ هذه البيانات أنه يوميا هناك إرهابيين يسقطون، ويوميا هناك أسلحة تكتشف، ويوميا هناك مهاجرين يلقى عليهم القبض، ويوميا هناك أطنان من المخدرات يتم ضبطها. هل بلد في هذه الوضعية، هل بلد بهذه البيانات هو بلد مستقر؟ أن تعرف أن في الدول العالم الدول الكبرى هناك مراكز تتابع كل ما ينشر في صحافة الدول الأخرى، ولا شك أن هذه الدول أن هذه المراكز لسوتر دوفاي لما يقرؤون هذه البيانات ويجمعونها ويضعون جداول ويستخرجون بأنه خلال سنة مثلا هناك المئات من الإرهابيين الذين قتلوا أو ألقي عليهم القبض، وهناك المئات من الأجانب الذين تسللوا إلى داخل الحدود، وهناك أسلحة تكتشف، وهناك وسائل اكتشاف الذهب تكتشف وغير ذلك. لما يقرؤون هذا، لما يجمعون هذا، فما هي الصورة التي تؤخذ عن هذا البلد؟ إنها صورة بلد في حالة خطيرة جدا. ولهذا نحن نقول لهم أنه حان الوقت لنوقف هذه الأزمة ونوقف هذه المأساة، وأن نعمل معا من أجل عدم تعريض الجزائر لأوضاع خطيرة جدا نحن نراها نكاد نلمسها. لكن للأسف الشديد اليوم مثل ما قال سعلي بن فليس من مدة، الرئيس لم يعد يرأس والحكومة لم تعد تحكم، والأحزاب أحزاب الموالاة أو أحزاب السلطة لم يعد لها أي دور ولم تعد موجودة في الساعة، وكل ما هناك أن عملية لإضعاف الجزائر، عملية لعرقلة التغيير الذي يطالب به الشعب، عرقلة التغيير الذي ينقذ الجزائر. واليوم من خلال هذه القرارات التي تتخذ وآخرها مثلا الموقف من بيع جريدة الخبر وتخبط وزارة الاتصال بين مادة من القانون وأخرى، هذه الأمور كلها تبين لك اليوم بأن الجزائر لم تعد مسيرة، أن الجزائر لم تعد مسيرة، وأن هناك أناس استولوا على أجزاء من السلطة يفعلون بها ما يشاءون، وهذا هو الوضع الخطير. لأن لما تكلمت مثلا عن العلاقات مع سوريا، أنه مؤسف جدا أن قبلة الثوار، أن الجزائر التي كانت ملجأ لكل المظلومين، ملجأ لكل المقهورين في العالم، هذه الجزائر تتحول الآن إلى مجال يأتيها انقلابي من مصر، ويأتيها الدموي من أو وزير أول دموي من 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 سوريا، ويأتيها كذا، ونذهب إلى نمد يدنا لبشار المجرم السفاح. عار 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 أن تتحول الجزائر إلى هذا الوضع، وللأسف الشديد أننا لا نرى أي مخرج الآن. سؤال أخير أستاذ أحمد عظيم، يعني المفروض في تاريخ الشعوب هناك مقولة ربما تلخص، إن كنت تعرف من أين تأتي من المفروض تعرف أين تذهب، يعني الجزائر المفروض تعرف من أين تأتي. بمناسبة هذه الذكرى 8 مايو 45، تضحيات، ثورة جاء بعدها تحريرية صنعت التاريخ، الجزائر كأنها يعني فقدت بوصلتها، ليس كذلك؟ كأنها فقدت تاريخها يعني مع هذه الأوضاع التي كنت تصفها. للأسف أن فعلا الجزائر فقدت بوصلتها، والناس لما نلتقي بأناس في الخارج يعرفون الجزائر يتعجبون كيف لهذا البلد بكل هذه الثروات التي حباها بها الله، وبكل هذه المساحة، وبكل هذا الشعب الحيوي، وبكل هذه الكفاءات الموجودة، الكفاءات الموجودة في كل دول العالم، كيف لأنها لا تستطيع أن تجد الحل لتخرج من عمق الزجاجة، وكيف أنها لا تستطيع أن تحل مشاكلها وتنطلق نحو الأمام. شكرا جزيلا لك أحمد عظيمي، المتحدث باسم طلائع الحريات، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. ما رأيك أستاذ موسى عبدي؟ أحمد عظيمي يتحدث عن خطورة الأوضاع، هناك من ربما يدعم هذا الطرح بلغة الأرقام، الأرقام الأخيرة لوزارة المالية، هناك من قال بتحليلات بلغة الأرقام أنها يعني بشكل صريح تعلن إفلاس الدولة إذا استمر العجز الميزان في البلاد بتآكل
الاحتياطات البلاد ستنتهي البلاد بعجز يصل إلى 78 مليار دولار، يعني ما يفوق بكثير مداخل الجزائر التي تتآكل بانهيار أسعار النفط. لن تكون في مداخل الجزائر بنهاية هذا العام ربما 30 أو 23 مليار دولار مع تراجع أسعار النفط، يعني أقصى تقديرات 35 مليار دولار، يعني نصف أو أكثر مداخل أو مصاريف البلاد. أنا لست مختصا في هذا المجال، في مجال الاقتصاد أو مجال المالية، حتى أستطيع أن أجيب بدقة أو أجيب بموضوعية تامة، ولكن المؤشرات التي تدل على أن الجزائر تسير في طريق النمو الحضاري وطريق البناء الحضاري هي أمور كثيرة متواجدة على مستوى المعيشي للشعب الجزائري وعلى مستوى الأمني للشعب الجزائري، فهناك استقرار أمني وهناك تنمية متواصلة، إلى أن فيما يتعلق بقضية العجز، العجز يخضع في أي دولة من الدول. ألو؟ نعم نسمعك. يعني ولكن نعم الذين يقولون بأنه رب أكيد أنه يحدث كل عجز في عديد من الدول، يعني ولكن هناك من يتحدث عن غياب نظرة، عن غياب بديل اقتصادي، عن تنويع، عن غياب خطة اقتصادية، وأخطر من ذلك عن الاحتقان السياسي، عن غياب الرئيس مثل ما كان يتحدث أحمد عظيمي، عن من يحكم في البلاد مثل ما كان يقول أحمد عظيمي ويشاطره كثيرون الرأي. العجز في أي دولة من الدول أو أزمة في أو الأزمات، سواء أزمة مالية أو أزمة اقتصادية في أي دولة من دول، تخضع لمتغيرات دولية وتخضع أيضا لأمور خارجية تتأثر بها. نتيجة مثلا نحن في الجزائر ما تملكه الجزائر وهو الرصيد الكافي ومن مجمول احتياطها ومن مجمول إنتاجها كله يرتكز على البترول. أما الأخرى مثلا في الميدان الفلاحي أو ميدان الصناعي أو ميدان، هي نسبة قليلة، أي نحن كل أموالنا وكل ما نحتاجه يرتكز على البترول، والبترول يتأثر بسعر العالمي، بسعر الأسواق والسوق العالمية في تزايد وفي نقصان. هذا حقيقة أنه يؤدي إلى إقامة خلل ووضع خلل في الميزانية الدولة مهما كان. شكرا جزيلا لك موسى عبدي، للاسف الوقت ادركنا، برلماني عن حزب جبهه التحرير الوطني. كخلاصه لنقاشنا طاهر بن بعيبش، ماذا يمكن ان تقول؟ جزائر التاريخ هل فقدت؟ هل تعيش ربما، هل تمضي ضد تاريخها ان صح التعبير؟ تتراجع ولا تتقدم؟ المفروض هي التي صنعت التاريخ. طبعا للأسف الشديد نحن ما نراه وما نعيشه أننا نسير في الاتجاه المعاكس. بالنسبة يعني للوضع الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر، يعني نظن ما يختلفوش عليه زوج، كل يفهم الاقتصاد كل اللي ما يفهمش. دولة تعتمد عن مداخلها من البترول، ينقص البترول تحبس، يعني بدون تحليل. احنا ما زلنا لحد الآن 98% من مداخل البلد هي من البترول، والبترول كما قلنا عدة مرات ننتجه ولا نتحكم في إسعاره، وبالتالي فنحن نتخبط الآن في مشاكل كثيرة والخرجات، مرات الوزير المالية مرات الوزير الأول، تعبر عن التخبط اللي رانا فيها. وفي نقطة أنا كذلك حبيت نعرج ليها سبقني لها الأستاذ عظيمي، احنا عندما نتكلم عن الأمن، أنا بالنسبة لي كما شوف يوميا عبر الجرائد وكأننا بدأنا في محاربة الإرهاب الآن. أين كانت هذه القزمات وهذه الأسلحة وهذه الإرهابيين وهذه اللي دخلوا واللي خرجوا؟ يعني كي تقرأ الجرائد اليومية فقط تصاب بالخوف بالهلع، يعني قزمات وأسلحة كثيرة وإرهابيين نزلوا يدورون في الزاوية الداخل أو في الحدود، معناه ان الجزائر لازالت تعاني. وين اي سلم نتكلم عنه؟ طيب هل ما هذا المعنى معنى اخر؟ هناك من فسره بانه التخويف، يا نبقى في السلطه يا انه هذه المخاطر كما راها البعض.
لا انا نوضع كما وضعوه كما زين كاين الرسميين اللي راهم يصرحوا بهذه هم اللي يتحملوا المسؤوليه هذه. لكن كمواطن انا نقدر نقول لك تخويف، لكن المواطن العادي كي يقرا يشوف باللي مازال فيه قزمات، مازال فيه سلاح برا، مازال فيه ارهاب في الجزائر، وبالتالي في الجزائر راهي مازالت تحارب في الارهاب. ولهذا زياده الوضع الاجتماعي يا استاذ، ما فيش فئه اجتماعيه في الجزائر اللي ما خرجتش للشارع، وما زالت كل الفئات اللي خرجت للشارع تعبر عن ربها للواقع المعاش الان وتحلت المشاكل نتاعها. نحن لا امن ولا سلم ولا استقرار ولا اي شيء في غياب سلطه مركزيه تدير شؤون الدوله. القرار اليوم شوف المستوى اللي هبط نتاع الموالات، وهذا يخيف. انا ارى بانهم الان راهم في المنحدر الاخير، عندما يصبحوا يخونوا في المعارضه ويتهموها بالعماله للاجانب، عندما اصبح يجيبوا واحد الامثله يعني تحشم تذكرها حتى مع صديقك في القهوه، هذا دليل على انهم انتهوا وما عندهمش. طيب. ولكن هل حتى هم كذلك داخل الموالات ليس هناك حرب يعني معلنه؟ يعني حتى شكيب الذي شكيب كذلك يتهم سعداني ويحيى بانهم شعبويين. سعدان الذي كان يدافع عن شكيب اصبح ينتقده. نعم. والصراع بينهم يعني معروف. نعم انا كم من مره اقول في تاريخ الجزائر مهما كانت المراحل اللي عاشها النظام الجزائري، لكن كان هناك تماسك داخل النظام وكانت كل الاشياء لا تضرب بينهم. بينما هذا النظام في غياب السلطه المركزيه، في غياب رئيس الجمهوريه، اصبح نظام متفكك، اصبح نظام يعني يعاني من صراعات داخليه وعلى المباشر. كيفاش يقدروا هذو يسيروا البلاد؟ شكرا جزيلا لك طار بن بعيبش رئيس حزب فجر الجديد. الى هنا ناتي الى نهايه هذه الحلقه. نشكر لا ننسى نشكر الاستاذ سعد بوعقبه الكاتب الصحفي الذي للاسف انقطع الخط وان كان شارك معنا في البدايه. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. رحم الله شهداء الجزائر بمناسبة 8 ماي 1945. مني ومن كل فريق البرنامج أجمل التحايا. إلى اللقاء.